بعد يوم من قرار المحكمة العليا الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، متهمة حماس بالتلاعب في قوائم المرشحين من خلال محاكمها، ها هو مجلس الوزراء الفلسطيني يقرر تأجيل الانتخابات برمتها لحين توفر ظروف مناسبة تخفف من وطأة الانقسام بين الضفة وغزة ولا تكرسه. فإن المجلس الوزراء يقرر وبالتشاور والتنسيق الكامل مع فخامة الأخ الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين تأجيل إجراء الانتخابات للهيئات المحلية في كافة أرجاء الوطن لمدة 4 أشهر. قرار مجلس الوزراء تم بالتنسيق مع الرئاسة الفلسطينية ولجنة الانتخابات، قوبل بترحيب من حركة فتح ورفض من حركة حماس التي توعدت بالسير قدما في الانتخابات المحلية في غزة. كانت حماس ستحقق فوزا كبيرا لأنها تنتزع بذلك إقرارا من السلطة ومن حركة فتح بشرعية المؤسسات التي تسيطر عليها في قطاع غزة. الانتخابات المحلية والبلدية هي لمجالس خدماتية ولا دورا سياسيا مباشرا لها، لكن من شأنها إن حدثت أن تجدد من شرعية النظام الفلسطيني الذي لم يشهد لا انتخابات برلمانية ولا رئاسية منذ عقد من الزمن. في محاولة لإنهاء الانقسام وعدم تكريسه، هم الفلسطينيون يضطرون للتنازل عن حقهم في اقتراع ممثليهم في المجالس المحلية، وإن كان ذلك إلى حين توفر بيئة قانونية وسياسية مواتية، كما أكد مجلس الوزراء الفلسطيني. عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.